مرحبا بكم أيها الرائعون في قناتكم English Seat لتعلم اللغة الإنجليزية. في فيديو اليوم سوف أشارك معكم تطبيقا رائعا سوف يفيدكم هذا التطبيق في تعلم قواعد اللغة الإنجليزية. إذن هذا التطبيق رائع جدا لأن فيه خصائص مميزة، وأنا متأكد من أن هذا التطبيق سوف ينال إعجابكم. ملاحظة، أنا لا أقوم هنا بأي إشهار لهذا التطبيق. هذا التطبيق أعجبني لأن فيه خصائص مميزة ورأيت بأنه سوف يفيدكم في تعلم اللغة الإنجليزية. إذن هذا التطبيق خاص بالقواعد، إذا أردتم أن تتأكدوا من قاعدة أو أن تراجعوا لدرس معين خاص بالقواعد، هذا التطبيق سوف يفيدكم وسوف يسهل لكم عملية الفهم. أوكي؟ سبق وأن شرحت لكم تطبيقا آخر خاص بالتدرب على الاستماع والقراءة وأيضا التحدث، سوف أترك لكم رابط هذا الدرس الذي شرحت فيه هذا التطبيق في صندوق الوصف. أوكي؟ إذن هذا التطبيق رائع، سوف أشرح لكم كيف يعمل، لذلك شاهدوا الدرس حتى النهاية، لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد وكنتم مهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. إذن هيا إلى التطبيق. اسم هذا التطبيق هو English Grammar Fool. English Grammar Fool، سوف أترك لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو رابطا لتحميل هذا التطبيق. أيضا يمكنكم أن تحملوه من Play Store أو App Store، وهذه هي صورة هذا التطبيق. أوكي؟ إذن حينما نحمل هذا التطبيق ونفتح هذا التطبيق نجد هذه الواجهة أمامنا، واجهة بعناوين كبرى لقواعد اللغة الإنجليزية، بمعنى أن هذه العناوين هي عناوين كبرى ويندرج تحتها عناوين صغرى لها علاقة بالعنوان. مثلا هنا pronouns. أوكي؟ نضغط على pronouns نجد كل الدروس الخاصة ب pronouns. أيضا هنا present tenses، جميع الأزمنة التي لها علاقة بالحاضر. future tenses، جميع الأزمنة التي لها علاقة بالمستقبل. مثلا نضغط على present tenses بمعنى الأزمنة الخاصة بالحاضر، نجد simple present tense، present continuous or present progressive tense، present perfect tense إلى غير ذلك. أوكي؟ مثلا نضغط على simple present tense، نريد أن نتعلم أو نراجع simple present tense، نضغط عليه سوف تظهر لنا مقدمة لsimple present متى نستعمله إلى غير ذلك. أيضا هنا صيغة simple present، أمثلة واستثناءات وقواعد، كذلك يعطيكم negative and question، النفي والسؤال وغير ذلك. أوكي؟ الجميل في هذا البرنامج أو في هذا التطبيق هو مثلا أنني لم أفهم ما معنى كلمة مثلا teacher. أوكي؟ نضغط على أي كلمة لم نفهمها في هذا التطبيق، مثلا أنا لم أفهم ما معنى كلمة teacher. أوكي؟ أضغط فقط على كلمة التي لم أفهمها ويعطيني شرح هذه الكلمة، أيضا يعطيني كذلك الاستماع لهذه الكلمة. أيضا يمكنني أن أختار اللغة التي أريد أن أترجم إليها هذه الكلمة، مثلا نجد هنا العربية. أوكي؟ إذا سوف تلاحظون، نعم، إذا شرح لنا باللغة العربية. أوكي؟ إذا هذا هو الجميل في هذا التطبيق. أيضا حينما تنتهون من دراسة كل ما له علاقة بـ present tenses في النهاية تجدون اختبار. أوكي؟ إذا نضغط على الاختبار، بمعنى أننا درسنا كل هذه العناوين الخاصة بـ present tenses والآن جاء وقت الاختبار. إذا كما ترون هنا لدينا مجموعة من الاختبارات، يمكننا أن نضغط على الاختبار الأول مثلا. أوكي؟ ونختار بشكل عشوائي، مثلا نختار الأجوبة التي نراها صحيحة. أوكي؟ لكي نربح الوقت نختار بشكل عشوائي. أوكي؟ جيد. إذا حينما ننتهي نضغط على check، إذا هنا يعطينا النتيجة وأيضا النسبة المئوية لهذا الاختبار، كذلك كم عدد الإجابات الصحيحة وكم عدد الإجابات الخاطئة. إذا عدنا إلى ذلك الاختبار سوف نجد تحت كل إجابة توضيح وشرح explanation. أوكي؟ تحت كل إجابة نجد أنه قد انضاف شرح وتوضيح لتلك الإجابة. مرة أخرى، إذا لم نفهم ما معنى أي كلمة نضغط فقط عليها، مثلا هنا لم نفهم ما معنى كلمة express. أوكي؟ نضغط عليها. أوكي؟ وسوف يشرح لنا
ما معنى كلمة express. أيضا هنا لدينا meaning المعنى و examples كذلك يعطينا أيضا أمثلة لتلك الكلمة مع شرح بالعربية أو ترجمة بالعربية. okay. ومن مميزات هذا التطبيق أيضا أنه يعمل بدون شبكة الإنترنت. إذا أردنا أن نتصفح الدروس وأن نشرح الكلمات كما رأينا لا نحتاج إلى إنترنت، فقط نحتاج إلى الإنترنت حينما نريد أن نختبر أنفسنا كما رأينا. أوكي؟ هذه الحالة الوحيدة التي نحتاج فيها إلى الإنترنت. سوف تظهر لكم بعض الإعلانات أحيانا ولكن لا بأس، نتحمل قليلا، المهم هو أن نستفيد. أوكي؟ إذن هذا هو تطبيق اليوم، آمل أن يفيدكم. إذا استفدتم من هذا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، لايك للفيديو واتركوا لنا تعليقا جميلا، وإذا كان لديكم سؤال أو استفسار أو اقتراح أيضا اتركوه في التعليق. وإلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. See you in the next video.